السلام عليكم. في كثير عالم بيسألنا عن برمجة روكيت ميموزا سي 5 سي. هاي هي روكيت بتشتغل معنا مترددات من 94 ل 6 و400. طبعا في سوفت ويرات بتسمح انك تفتح من ال 4500 ل 6 و400، لكن هذا السوفت ويرات ممنوعة شوي من شركة ميموزا. تمام، هاي الروكيت وهي شكلها، كمان الكل بيعرفها. طبعا روكيت يعني قضت على الاكس 5، قضت على اجهزة بي ان تي بسبب انه نقلة ممتاز وسعرها مقبول جدا. اول شيء نجي نثبت اي بي، اي بي نفس اي بي اليو بي ان تي الاساسي يلي هي 192.168.21. نجي نثبت هون اي بي 1.6.8.1 كذا، يعني ما بيأثر 1.66 اعتبر. نفتح متصفح نكتب الاي بي 192.168.21، تفتح معنا الروكيت. ندخل على ميموزا.com فروم وير، نحمل مثلا السوفت وير اللي بدنا اياه. نجي على قسم ال C5C point to point. في عنا عدة سوفت ويرات 2 3 3 2 4 0 3. المهم ناخذ السوفت وير اللي بدنا اياه. نحن عنا سوفت وير، نجي نختار السوفت وير اللي بدنا اياه من سطح المكتب مجلد اسمه ميموزا. نجي نختار السوفت وير نعطيه. هلا بصير بقى يحمل السوفت وير. هذا الشيء شوي بياخذ وقت. نستنى يحمل ويعيد تشغيل. طبعا مثل ما احنا شايفين هلا عم يرفع السوفت وير للقطعه. هذا الشيء بياخذ وقت، يعني ممكن تطول 4 5 دقائق. يعني بعد ما تحمل رح تعيد تشغيل القطعه. هلا مثل ما احنا شايفين القطعة صارت تعيد تشغيل، رح نستناها تخلص اعادة تشغيل ونرجع. تمام، هلا خلص القطعة التحديث، حملت سوفت وير. وبنجي لهون بناخذ السيريال اللي بيطلع عنا سيريال نمبر، نعطيه نسخ. بنروح نفتح موقع ميموزا، نفتح معنا الموقع النظامي. لازم نعمل نسجل حساب بالموقع. تمام، نحن مسجلين حساب. نفتح معنا الموقع على الشكل، نجي على انلوك. نختار الدولة تركيا رينسد، ننسخ السوفت وير السيريال. بحاله حددنا نوعه C5C، مود تايب ما لنا علاقة فيها. هون نختار بوينت تو بوينت، ضروري انتبه عليها بوينت تو بوينت. نحدد هدول الخيارين، نعطيها انتر. هلا اعطانا هذا الكود، هذا هو الكود تفعيل القطعة. نجي لهون نلصق الكود نعطيه انلوك. نستنى عليها شوي. هلا هيك طلبت مننا تفعل القطعة، طبعا طلبت مننا يوزر نيم فقط، باسورد. يعني هون ما في يوزر نيم وباسورد، فقط باسورد. مثلا نختار 1 2 3 4 5 6، بنعيده 1 2 3 4 5 6، نعطيها سيف. بيرجع بيطلب مننا الباسورد، بنرجع بنحطه هون للدخول للقطعة. هلا 4 5 6، تمام، هاي اشتغلت معنا القطعة وتفعلت وحملت سوفت وير وكل شيء طبيعي. نجي على لينك، تجي القطعة هذا الشكل. بنحط مثلا الاسم اللي بدنا اياه. انا شوي ننتقل للقطعة الثانية، مثلا عمار. هاي كلمة السر نحطها مثلا من 1 ل 9. هاي مثال، نعطيها سيف.
بسرعة عشان الباور. نختار channel width عرض القناة 80. طبعا هون نحن فتحت معنا ترددات من 4565 6385. طبعا اغلب الصفرات ما بتفتح هالحكي، تفتح معنا من 4900 بتوقع، من 4900 ل 6400. تمام، نحن بنجي نختار التردد اللي بدنا اياه، مثلا نعتبر اي تردد، نعتبر 6300. تمام، نترك الاوت باور على حاله. طبعا اوت باور بيلعب فيه حسب مسافة اللينكات عن بعض، الصور عن بعض، يعني كل ما كانت مسافة قريبة بنخفض الاوت التي اكس باور، او نحن قلنا الاوت باور. تمام، انا راح نحن نتركها 25، يعني ما بعرف شو المسافة، نعطيها سيف. استنى عليها شوي، نروح على منجمنت، نحط نختار استاتيك، نحط الاي بي اللي بدنا اياه، مثلا 1.80. نترك الاعدادات كلها على بعض، او بتحب شيء دي ان اس ما بيأثر، نعطيها هي حطيناها 80، نعطيها سيف. تمام، هلا القطعة صارت اي بي 80. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام، اسم القطعة عمار، ترك 6300، هاي المعلومات طبيعتها. هلا ننتقل للقطعة الثانية، رح نوصل القطعة الثانية ونمشي. هلا فتحت معنا القطعة الثانية، نجي نختار السوفت وير اللي بدنا اياه، ونفس الحكي نعطيه عبود ونستنى عليها شهر 5 دقايق قبل ما تحمل السوفت وير. تمام، هلا تحمل السوفت وير والقطعة عادة تشغيل. نجي كمان ناخذ السيريال تبع القطعة، ونروح على موقع ميموزا اونلوك. تمام، نختار الدولة تركيا المناسب، ننسخ السيريال لحالة حدد لنا سي 5 سي، نختار بوينت تو بوينت، نعطيه انتر، بيعطينا الكود كود التفعيل القطع. نيجي نوثق الكود، نعطيه عنده. تمام، هلا فتحت معنا القطعة وطلبت باسورد. حط مثلا هون، طبعا الباسورد انت اختياري، انت تحدده على كيفك، يعني تبقى قطعة جديدة. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، نعطيها سيف. نطلب من الباسورد مرة ثانية، 1 2 3 4 5 6، ونعطيها لوجين. فتحت معنا القطعة نظامي هلا. تمام، نروح على لينك، نختار المود ستيشن، نحط الاسم مثل ما كتبنا بالقطعة الثانية، عمار 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نعطيها سيف تشينج. تمام، هلا راح تطلب مننا إعادة تشغيل، بس كانت القطعة اكسس بوينت، وبنحولها لستيشن لتعيد تشغيل القطعة. نعطيها يس. تمام، ومستناها لبين ما تعيد تشغيل. تمام، هلا صارت تعيد تشغيل القطعة. تمام، هلا راح تخلص اعاده تشغيل. سمعنا شوي،
نحط الباسورد اللي كتبناها من 1 لـ6. هلا مستنى عليها شوي. طبعا بس للتنبيه، القطعة اللي نحددها ستيشن لا لها علاقة بالتردد، ولا لها علاقة بالتي اكس باور، ولا لها علاقة بشيء. تغيير الترددات كله بيكون عن طريق الاكسس بوينت فقط لا غير. تمام، استنى شوي، هلا لازم نشبك القطعتين، نعمل سكان. تاخذ شوية وقت. تمام، هلا القطع شبكت معنا نظامي وعطنا نقل. طبعا مثل ما حكينا الاوت باور كل ما كانوا القطعتين قريبات من بعض لازم نخفضه عشان نرتفع النقل، وكل ما كانوا بعاد نرفع الاوت باور. هلا بنفتح القطعة الثانية اللي هي الاكسيت بوينت 1.8 حطيناها. تمام، شايفين هذا النقل طبعا لاني ما في صخور وكتاب محطوطات على الارض وقريبات من بعض. هيك بيكون برمجتها نظامية 100%. ومثل ما شفنا فتحنا ناحية الترددات من الاربع، هاي بوينت وين فيها ترددات. فتحنا ترددات من 4565 ل 6385. تمام، هاي القطعة الثانية فتحت كمان معنا. طبعا مثل ما اتفقنا ستيشن ما فيها خيارات نهائيا، التعديل كله من الاكسس. نجي هلا نغير لها كمان الاي بي، بسوي 81 ترسل 81 دي ان اس اكيد فتحت تظبط في الكرة الاسر، ونعطيها سيف شينج. تمام، وهيك بيكون انتهينا. طبعا هذا الشرح كله عن ميموزا سي 5 سي بوينت تو بوينت، قطعه لقطعه. تمام، اللي بده سوفت وير بيفتح. طبعا في سوفت ويرات كثير بالشركه نزلتها الشركه، بس ما بيفتح معنا ترددات من ال 4500، بيفتح معنا من ال 4900 لل 6 و 400، ما بيفتح معنا من ال 4500. السوفت وير ما راح ننزله بالشرح عشان ما ينحظر الفيديو من موقع المنزل. والسلام عليكم.